رغم ازدياد المخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا وفي ظل بقاء الآلاف من المواطنين داخل منازلهم ضمن الحجر الصحي، يسعى أناس آخرون إلى أن يجعلوا من مبادراتهم سبيلا للحياة وفرحة ترسم على وجوه أطفال أغلقت الأبواب أمامهم، فلا مدارس ولا ملاعب ولا حتى مساحة يجتمع بها الأصدقاء. برنامج كان اسم البرنامج نصف ساعة مع طفلي، الهدف منها تفريغ والتخفيف والعمل بالصحة النفسية في البيوت المحجورة، يعني الناس اللي حجر عليهم بسبب اختلاطهم أو بسبب يعني علاجهم ومن ثم خرجوا للبيوت الحجر البيتي، لابد إنه هذا الشيء يعني يؤثر على الحالة النفسية للأطفال ومما تكون له بعد ذلك مضاعفات سيئة. ألعاب وقصص وروايات وزعت على العشرات من الأطفال في مناطق مختلفة بمحافظة بيت لحم، هدايا بسيطة لكنها تحمل الكثير، رفع للمعنويات والوعي لدى الأطفال وعوائلهم، وتحفيزا للآخرين للانضمام إلى برنامج 30 دقيقة مع طفلي، والذي أطلقته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خلال حالة الطوارئ. طبعا تعرف في ظل هاي الأزمة بيكونوا الأطفال كتير مكتئبين، ويعني حتى إحنا الكبار بنكون في حالة نفسية كتير صعبة، فارتقينا إنه الأطفال هدول من خلال إمياتهم إنه يطلعوا كل المواهب اللي عندهم في الأزمة هاي. وكمان إحنا هون جينا على القرية عشان نوزع هدايا للأطفال هدول اللي مشتركين في 30 دقيقة مع طفلي، حتى ندعمهم يعني يطلعوا كمان مواهب كنوع من التفريغ النفسي. أنا طفل فلسطيني، شعوب الأرض تعرفني وتعرف كل تكويني، فلا خوف ولا إنهام ثورتهم سيرعبني ويحييني، ولو زادوا بطغيان انحساراتي فملح الأرض يكفيني. فلسطيني أنا اسمي فلسطيني، نقشت اسمي على كل الميادين بخط بارز. كم جميل أن تزرع الفرحة والحب لمن لم يعرف بعد طعم الحياة وقسوتها، لتمضي بهم إلى عالم يخلو من الخوف أمام الوباء، فلا ضيق يهزمهم ولا حزن ينسيهم، فسحة الأمل. فضائية النجاح عبد الرحمن حسان، بيت لحم.